هو استاذ عبد الرحمن الابنودي ده لوحده حدوته الحلم والحريه. طبعا. فهذا العبقري يكون جزء او يكون اكتشاف واصرار على الاكتشاف واللمعان من صلاح جاهين، زي ما كنت بقول لك، وهي حدوته يجب ان تروى وتفهم. بس اولا انا محظوظ ان انا عامل كتاب عن الاثنين. اه يعني ده من حسن حظي فعلا. صحيح. يعني انا عامل كتاب ايام صلاح جاهين وعامل كتاب الخيل. سبحان الله، زي النهارده كده اللي هو يوم 21 ابريل سنه 2015 اليوم اللي توفى فيه الخيل الابنودي، انا كان عندي احساس ان هو هيموت يوم صلاح جاهين، ما اعرفش ليه. يعني لدرجه انا يوميها اتصلت يعني الشخص اللي كان جنبه في المستشفى، اتصلت بيه كذا مره في نفس اليوم، احساسي انه وكانه هيختار اليوم بتاع صلاح جاهين. دي مساله غريبه جدا، او ان ربنا سبحانه هيختار لهم اليوم ده ان يبقى يوم مخلد باسمهم الاثنين. دي مساله يعني ممكن انا حتى يوميها رحت المستشفى وفاكر التفاصيل. فهو الخال جزء اصيل في وجدانك، المساله ما لهاش علاقه خالص بكمان عبقريته الشعريه، لا هو شريك مع كل واحد لانه بتحس انه خالك، زي ما كنا بنتكلم مع صلاح جاهين وبتحس انه عمك. احنا عندنا في طول الوقت الخال والد، فاحساسك تجاهه احساس مختلف، خاصه بقى اللي قبله وعارفه. لا هو كان بيتعامل كوالد فعلا مش مجازا، يعني هو ما كانش بيتعامل معاك باعتبار انه شاعر كبير وعظيم وانت شخص صحفي بقى مصدر مذيع ايا كان اللي جاي تعمل، لا خالص هو بيتعلم كأب حرفيا. لدرجه انا اول مره قبل في حياتي وانا رايح اسماعيليه وانا راجع بيطمن عليا في الطريق، وصلت ما وصلتش، زي ما يكون ابنه مش حد كان عنده مشي. فالتفصيله دي انه طول الوقت الناس اللي حواليه كلها بيتعامل معاهم باخلاص شديد. هقول لك مثال غريب شويه. انا كان في مره انا كنت بكلم الخال بشكل يومي في وقت من الاوقات، لانه كان بيكتب المربعات اللي كان بيكتبها في وقت الاخوان، وانا كنت الشخص اللي بيستقبلها منه، فانا كنت محظوظ ان انا اول حد بيقراها. يعني انت لعبت دور شديد الخطوره بالنسبه يعني ده الحقيقه من الحاجات العظيمه في حياتي يعني. فهو الخال مثلا كان بيدقق مش في الكلمه وفي الحرف، في التشكيل والله. وكان ممكن ينزعج انزعاج رهيب لو الكمبيوتر حرف تشكيل فنقله من حرف لحرف، فيبقى منزعج انه لازم ده يتعاد بكره لانه كده في مشكله. وكان يهتم برأي، يعني انا بالنسبه لي بصراحه لما هو مهتم برأي انا كنت بستغرب. يعني انا لو مكانه وسمعت رأي امل دنقل وصلاح شاهين وصلاح عبد الصبور هسمع رأيي ليه؟ خلاص مفيش حاجه تانية خلاص. يعني هو المساله هو سمع اراء كل العظماء في التاريخ كلهم اصحابه، فمش محتاج يسمع راي حد، لا بيسمع بمنتهى الهدوء. جزء من ده برضو كان بيعمله مع الناس العاديه جدا. يعني كنت في مره راكب تاكسي ورايح مكان وبكلم الخلف التليفون، فسواق التاكسي فهم ان انا بكلم الابنودي من يعني من مسار الحديث يعني. فبعد ما قال لي انت كنت بكلم الخال؟ فبصيت له كده قلت له اه. فقال لي وبقول له انه محمد اللي كان معاه في دمياط بيسلم عليه. محمد مين اللي معاه في دمياط؟ ده ايه الصدفه دي؟ حاجه غريبه جدا. قلت له يعني انت تعرفه كويس؟ قال لي بص هو جه كان معايا في دمياط، كان هو الراجل ده سواق في دمياط من 15 سنه. فانا الحقيقه شيء خيال يا ناس، يعني عشان الابنودي يفتكر واحد كان معاه من 15 سنه، دي مساله يعني محتاجه معجزه اي حد يعني، فما بالك بقى انه الابنودي فبيقابل مئات الناس كل يوم. وانا رايح للخيال المره اللي بعدها فجت كده السيره، فبقول له على فكره في واحد لقيته بيتكلم بمنتهى الجديه. اه طبعا فاكره. الله يمسك، هو فين صحيح؟ طب خدت رقم تليفونه؟ رقم تليفون مين يا خال؟ فلقيته بيتعامل بمنتهى الجديه عن شخص قبله من 15 سنه في دمياط كان بيسوق له. وهي دي تقول لك ازاي الابن كان بيتعامل مع الناس. انا فاكر في جنازته كويس قوي ان كان اغلب الناس، طبعا البلد كلها اللي هي الضبعيه في اسماعيليه طلعت في الجنازه. وناس طالعه هي مش طالعه لجنازه الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي، هي طالعه لجارها صاحبها اللي كان يعني انا في واحد منهم كان معايا في العربيه بيقول لي انا كنت بشرب معاه شاي العصر، انا شربت معاه شاي كتير. فهو بيتعامل معاه باعتباره الشاعر الكبير العظيم عبد الرحمن الابنودي، لا بيتعامل مع جاره اللي كان بيشرب معاه شاي وصاحبنا. فهو البساطه اللي كان بيتعامل بيها دي هي العظمه اللي هو عملها رايي في الشعر، ان هو نقل الشعر من احاديث المثقفين وجلسات المثقفين والكلام المقعر
ليه؟ البساطة بتاعت الناس، إنه مفيش حد في مصر ما يعرفش يمنة. تقريبا المثقف الوحيد في التاريخ اللي الناس تعرف اسمه أمه. مفيش حد ما يعرفش فاطمة قنديل. أنا شفتها. يا بختك.